نبتدي نقول اي حاجه، خلينا نشوف الصوره اللي هنعرضها على الشاشه دي على طول مباشره. الصوره اللي هتعرض على الشاشه دي صوره مهمه جدا. النقط الزرقاء الصغيره اللي موجوده وسط الاشكال الرماديه دي او الابيض في اسود، النقط الزرقاء دي هي اللي مسببه الرعب للعالم كله. هي اللي كل وزاره صحه وكل حكومه عامله حسابها الف مره. خلينا اسال الاول دكتور اشرف العدوي، ايه الاعراض الملازمه للكورونا مش شبه اي حاجه لها علاقه بالبرد او الانفلونزا؟ ممكن واحد يبقى عنده كحه وارتفاع في درجه الحراره وصعوبه في التنفس يبقى عنده انفلونزا، فانا كده هعمل بانيك. يبقى كل الناس اللي عندها كحه وارتفاع في درجه الحراره وانفلونزا المفروض اروح اعمل لها تحليل؟ ده اللي حاصل. لا لا، ما ده غلط. احنا لا لا، ده كلام علميا غير سليم. حضرتك في تعريف للحاله المشتبهه اللي هيتاخد منه مساحات هو الشخص اللي عنده الاعراض اللي احنا قلنا عليها، وفي خلال 14 يوم من ظهور هذه الاعراض يا اما كان موجود في منطقه منتشر فيها المرض يا اما كان مخالط لحاله مؤكده معمليا. نشرات الاخبار والصحف الروسيه وسائل الإعلام الروسية كانت في الفترة الأخيرة مهتمة بطفلة اهتمام كبير جدا، وعمالة تنشر أخبارها وصورها. طفلة بتعمل إعلانات وبتعمل فلوجات وبتكسب في مسابقات ملكات الجمال، بالرغم من أنه وسائل الإعلام الروسية هي اللي مهتمة، بس اكتشفنا أن هي مصرية، أو عشان نبقى عندنا دقة وأمانة هي نصها مصري ونصها روسي. هي بقى بتتكلم روسي بس ولا روسي وإنجليزي ولا روسي وإنجليزي وعربي؟ روسي اقوى من العربي والانجليزي طبعا، اكيد لغه مامتها اللي بتتعامل معاها علشان بتبقى قاعده معاها دايما. انا في الشغل والمدرسه في شرم الشيخ روسي والحضانه روسي. بصي يا ستي، انا وانت هنغني مع بعض، اوكي؟ عارفه ماما زمانها جايه؟ انت بتقولي معايا ماما زمانها جايه بعد شويه قلب اللي راتو حاجات. ده حلوة الحاجات دي قوي، حلوة قوي، حلوة قوي. طيب give me five very good. طيب tell me مين أحلى، ماما ولا بابا؟ ماما. طيب مين أشطر، ماما ولا بابا؟ ماما. معلش يا أستاذ حمدي. طيب مين هتغني معاه، ماما ولا بابا؟ ماما. يلا اجري غني مع ماما. هتلاقي فيروج، هتلاقي فيروج كتير. طب انت منين يا استاذ حمدي؟ انا من الشرابية. من الشرابية، قولي الشرابية. انا من الشرابية. انا الشرابية. انت من الشرابية، انت من الشرابية يا رب. أشرف عبد الباقي تجربة مش عادية، تجربته الأخيرة مش عادية، مش بس لأنه إدى قبلة الحياة لمسرح الريحاني، المسرح اللي كانت كل أنواره متطفية وكان ضلمة، أعاد إنارته وتجديده، ومش بس لأنه بيكتشف كل يوم مجموعة كبيرة جدا من الموهوبين والناس اللي محتاجة فرصة بجد تعبر عن مواهبها. كان في مشكلة النهاردة لما نستضيف أشرف عبد الباقي، هيجي مع الفرقة الأولى ولا الفرقة الثانية؟ مع دولة ولا دوكاما؟ فقرر ان هو يجي ومعاه دولة ودوكاما مع بعض، الفنان الكبير اشرف عبد الباقي. برحب بيكم كلكم وسعيده بيكم جدا. انا شفت وان تيم، التيم الثاني بتعرف عليه النهارده، سعيده جدا بيهم، سعيده باشرف عبد الباقي، سعيده بزميلي وصديقي عماد اسماعيل اللي هو معانا في البرنامج.
ما بتجيش ايدك فاضيه ابدا. اشرب يعني عضيفة. اخش ايدي فاضيه؟ ما بتجيش ابدا ايدك فاضيه. مش مع على الاقل 40 واحد وانا هم 40 ها؟ 20 و20 ولادك بقى وكده يعني. طبعا طبعا. طيب بصوا يا جماعه، قبل ما الفقره تاخدنا والتفاصيل والحاجات والذكريات، انا بقول بالفم المليان انا معجبه بتجربه اشرف عبد الباقي بجميع مراحل. انت عملت ايه في مسرح الريحاني؟ مسرح الريحاني يعني يمكن بس اما فكرت اعمل الفكره بتاعه المسرحيه دي كان مقابلنا هنعرف فين، وانا اوريدي كنت بعرض مسرح مصر فكان لازم اخد مسرح تاني، فدورنا في وسط البلد على مسرح اكتر من مسرح يعني، لان الريحاني يعني يمكن من المسارح الجميله اللي انا بعتز بيها دي من ناحيه، من ناحيه تانيه الشغل اللي كان هياخده اقل بكتير من المسارح التانيه يعني. برغم صدق ان انا ما روحتش مسرح الريحاني، يعني شفت روحت مسارح كتيره بس ما افتكرش ان دخلت مسرحيه في مسرح الريحاني ده من زمان قوي. ويمكن المصادفه ان انا اول مسرحيه اعملها في حياتي كان على مسرح الريحاني. خشب الورد سنه 87 مع محمود عبد العزيز وعبد المنعم مدبولي. انا لسه في المدرسه. ايوه انا كانوا جايبيننا اعمل طفل برضه. ماشي يا سيدي، خشب الورد 1987 ماشي. فبالتالي ما عرضت هناك، طبعا انا ما عرضتش بعديها على المسرح ده لكن لقيت ان المسرح محتاج شويه توضيب بسيط بحيث ان هو يطلع بشكل نرجعه لعراقته الاساسيه بالوانه الاساسيه، فاستعنت بالشباب. انت ما يمكن يبقى متهالك، يمكن ما ينفعش، يعني ايه بقى اللي اجمد قلبك كده؟ الشغل المقاولات، يعني شغل المقاولات اللي انا اشتغلتها، اما بروح اعين حاجه ببقى عارف هي محتاجه ايه، محتاج هنا الوان بس ولا محتاج حاجه في الاساس، محتاج كان في ميه ضربه مش عارف ازاي الميه دي تتعالج بعزل ايه، التكييفات تتعمل فيها ايه، الحمايه المدنيه تتعمل من اول وجديد خالص. فمشينا في كل الاجراءات دي في فتره مع البروفات، يعني كنت بعمل بروفات وهم الشباب، يمكن اول حاجه كنت حريص عليها ان هم بنفسهم يشتغلوا بايديهم، فهم الاول فاكرين انها ورشه تمثيل هقعد بقى ايه ادربهم على تمثيل وحاجات زي كده، لاقوني بدربهم على ازاي يمسكوا سكينه المعجون وازاي المفاتيح عشان يفكوا الكراسي، بعتنا الكراسي اتعملت من اول وجديد، الارضيات اتكسرت، الحيطان اتكسر فيها حاجات. لا يعني ده انت بجد يعني يا حبايبي. انتوا واقفين هنا ها؟ انتوا في المرحله دي كنتوا بتعملوا البروفات، كنتوا موجودين هنا صح؟ والديكور بتاع المسرح بيتعمل في نفس التوقيت اللي بيتعمل فيه الديكور. وكنت بقى بتقبضهم باليوميه ولا بالساعه؟ والله بالوجبه يعني. يلا هنتغدى ايه النهارده يعني، هي دي شباب وطاقه، يلا يا ولاد هنمثل وهنعمل المسرح وهنعمل مسرح، هم احساسهم ان المسرح ده بتاعهم. دي بقى لا قول لي الحلقه دي ايه، احكوا لي كده. دي حلقة بروفا ولا جروب ثيرابي يا حبايبي كنتوا بتتعلموا؟ كنا بنلعب بروفا لعبة مافيا. بنلعب مافيا. بنلعب لعبة مافيا. معلش، انتوا كلكم هواة تمثيل ولا محترفين تمثيل؟ في يعني محترفين وفي هواة. لو تحبي اعرف عليهم واحد واحد. في ناس انا عارفاهم. محمد حسن. ايوه المدير بتاع المسرح عارفه ده الناس. هو دوره كده، وانا بقالي فتره انا بعرض معاهم. انا ما كنتش بعرض معاهم بقالنا سنه ونص، هم اللي بيعرضوا. فمحمد حسن كان عامل دور نفس الدور عامله عماد، تمام. فانا اما الاثنين اما بروح انا اعرض فبعرض الدور ده فباجي عليهم، يعني انا بعمل دورهم. فهو كل واحد فيهم بيكتفي انه بيطلع يقدم المسرحيه بس، يعني برضو من احساس ان هم دي فرقتهم وده مسرحهم. محمد حسن هو استاذ في المعهد، معهد العالي للفنون المسرحيه. استاذ من قريب يعني، لكن هو خريج المعهد يعني ومن المتفوقين فيه. سليم ده مطلوب القبض عليه. ده كفايه كده دخلته. شفتك انا يا سليم. يعني سليم تقريبا يعني، بس هو تاب يعني.